بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إخواني أبناء قبيلة الفدعان، لا يخفى عليكم ما وقع على أخيكم أحمد حسن الساري الفدعان العنزي، وما صدر من أهل الدم جزاهم الله خير من التنازل مقابل دية 15 مليون ريال. ولأننا على ثقة بوقوفكم إلى جانبنا ومشاركتنا مصابنا، فإننا ننخاكم باسم أواصر الدم التي تربطنا، فأنتم أهل المواقف الصعبة، وأنتم جمال للحمولة الثجيلة التي تبرك للحمل تشيله، لكم ولكم ترفع الراية البيضاء بفاتكم وتكاتفكم. تفريج كربة أخيكم المسلم لها أجر كبير عند الله سبحانه. ونناشد شيوخ الفدعان جميعهم بمشاركتنا حملتنا التي انطلقت على بركة الله لجمع مبلغ الدية المطلوبة، وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صالح عفات الجاعد.